قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إن الإيمان لا يخلق، يعني يخلق يعني يبلأ، يخلق يعني يبلأ ويصير قديم وبالي مثل الثوب الذي يخلق ولا بد أن تجدده، ثوب يصير باهت ويصير يعني هذا مثله، فلا بد أن تجدد أيضا إيمانك. كيف تجدد إيمانك؟ قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه من الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم، اسمعوا كلام ابن القيم في الإيمان وشجرة الإيمان، يقول رحمه الله، ونختم بهذا الكلام الطيب، قال: شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت التوحيد ومعرفة الله خوفا ورجاء ومحبة، هذه أركان العبادة القلبية. الإيمان ثابت، أصله ثابت في القلب وفرعه في السماء. أصله ثابت التوحيد ومعرفة الله خوفا ورجاء ومحبة. الله عز وجل لا بد أن يعبد بهذه الأمور الثلاثة. من عبد الله بالخوف فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو ماذا؟ فهو مرجئ. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق. وإنما يعبد الله خوفا ورجاء ومحبة، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جمع الله في هذه الآية هذه الأمور الثلاثة: رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، قال إذن أصله، قال: أصلها في القلب وفرعها في السماء. الأعمال الصالحة طاعة صاعدة إلى أن قال رحمه الله: والشجرة لا تبقى حية إلا والشجرة لا تبقى حية إلا بسقيها، إلا بمادة تسقيها، إلا بمادة تسقيها أو تسقيها. ونعم، فإذا انقطع السقي، يقول: لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها، فإذا قطعت السقي أو شك يبست. فهكذا شجرة الإسلام في القلب، يعني عندك شجرة كل يوم لابد تتعاهدها ولابد تسقيها، إذا كفيت عنها يبست. هكذا الإيمان في القلب، لأن الله بيّن أن الإيمان شجرة، وكما بيّن سبحانه وتعالى قال: إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكير على التفكير والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. إذا ما تعاهدها بهذا بذكر الله وبالطاعة وبالأعمال الصالحة فإنها تيبس، فإنها يعني يصيبها هذا، لأنها يعني تضمر ثم بعد ذلك تيبس ثم يعني تموت. هكذا الإيمان يموت في قلب العبد إذا لم يتعاهدوا بماذا؟ بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. ولذلك كان الإيمان يزيد وينقص، وينبغي الإنسان أن يتعاهد إيمانه. لماذا يعلم أنه يزيد وينقص؟ حتى يتعاهد إيمانه، يتعاهد إيمانه، يفعل الطاعات فيزيد إيمانه. انظر الإنسان إذا يعني بدأ يبتعد عن الطاعات، بدأ عياذا بالله يكذب، بدأ يغش، بدأ تجد أنه يضمر 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 يضمر، ثم بعد ذلك يصير عياذا بالله خبث محض،
تصير شيء حتى الناس يخافون عندما يرونه. ليش ما كنت هكذا؟ كيف هذا التدرج؟ لأنه لم إيش؟ لأنه ما تعهد إيمانه. الإيمان يزيد وينقص، ما انتبه عند نقصانه، ما انتبه عند نقصانه. ولذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال يعني كلام عظيم مثل هذا، يقول رضي الله تعالى عنه: إن، انتبهوا هذا الأمر، إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. هذا من فقهك، ذكاء وفطنة بعد توفيق الله عز وجل، أنك تتعاهد إيمانك، تعرف أنه نقص الإيمان. ليش مثلا؟ أول كان عندك النظر إلى المحرم شيء عظيم، ثم بعدين تساهلت. طيب لماذا كان عظيما والآن تساهل؟ إذن في نقص الإيمان، هناك نقص الإيمان، لابد أن أسد هذا الخلل وأن أرفع إيماني بطاعة الله والبكاء بين يدي الله وعبادة السر بينك وبين الله عز وجل حتى يزداد الإيمان، حتى يزداد الإيمان. ولذلك المؤمن يرى المعصية كالجبل يخاف أن تسقط عليه، أنها توشك أن تسقط عليه، يرى المعصية كالجبل، والمنافق يرى المعصية كالذباب يقول بي هكذا، يعني يفعل المعصية عادي جدا، يفعل المعصية عادي جدا. والمؤمن إذا فعل المعصية فإنه يخاف ويسارع إلى التوبة والاستغفار والإنابة ويفعل الخير ويفعل هذا كله. لماذا؟ لأنه يخاف، يخاف على نفسه، يخاف على إيمان. أما ذاك لأن قلبه ميت. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أعظم ذنب أن يميت الله قلبك، عياذا بالله، هذا أعظم ذنب، فتقع في الذنب ولا تشعر أنه ذنب. إذا وقعت في الذنب ولا تشعر أنه ذنب، هذا موت القلب، هذا موت القلب. أما إنسان يفعل الذنب ويستشعر أنه ذنب ثم يتوب إلى الله عز وجل، هذا قلبه حي، هذا النفس اللوامة. إذا ما في نفس لوامة، هذا من أعظم المصائب. ينبغي أن تعزي نفسك وأن تسارع إلى إيجاد هذه النفس اللوامة، وذلك بزيادة الطاعة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم ازداد الإيمان أم نقص. يعرف من فقهه أن يعلم ازدياد الإيمان أو نقصه، يعرف هذا، يعرف هذه أمور تزيد الإيمان وهذه أمور تنقص الإيمان، فيسارع إلى ما يزيد الإيمان ويبتعد عما ينقص الإيمان. قال: وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، يعني من أين تأتيه، يعرف أيضا، يقول: لا، هذا يضعف إيماني، هذا يضعف إيماني، عدم الصلاة في المسجد في صلاة الجماعة هذا يضعف إيماني، فإذا أسارع إلى المسجد. ومن يتعاهد دائما إيمانه بفعل الطاعات ستجد أنه بإذن الله مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. تكون مبارك في علمك وفي عملك وفي طاعتك في جميع أمورك، في أهلك، في أولادك، في جميع أمورك، فهذا هو. فينبغي الإنسان أن يتعاهد، ينبغي علينا جميعا أن نتعاهد إيماننا. وكلما شعرنا بالنقص، مثلا الأول كان من المسارعين للصلاة، كان ما يقول الله أكبر إلا يذهب للمسجد، ثم بعدين قال: لا، خلاص أصلي في الخلف، بعدين يقول في جماعة ثانية. بعد إذن انتبه، متى ستنتبه؟ بعد أن تموت. انتبه الآن، قل: هناك نقص في إيماني. الآن انظروا كيف الناس يعرفون أن هناك نقص في مالي، كيف يعرف أنه نقص في دخله، يعرف نقص في يعني أن المال يخرج كثير فينقص المال، كيف يعرف هذا؟ لو قلت لواحد: كيف تعرف أن نقص مالك؟ لا، كل واحد يعرف هذا الشيء، هذا الشيء واضح، هذا شيء واضح، وهذا شيء لابد أن يكون أوضح، هذا شيء لابد أن يكون أوضح عندك. لماذا؟ لأنك تنظر إلى مسارعتك إلى الطاعة. فإذا كان هناك تقهقر وهناك تأخر وهناك سوف، فاعلم أن هناك نقص، فإذا لابد أن تدفع نفسك. الشيطان يريد أن يدفعك إلى الخلف وأنت تدفع نفسك إلى الأمام بإذن الله وتتعاهد إيمانك. كلما قال لك الشيطان: نام الليل طويل،
ويا أخي صلاة الجماعة يعني الآن تعرف برد، والأمور الآن أيضا الماء بارد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة إلى الصلاة ذلك الرباط، وقبل ذلك وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، ثلاثة أمور منها المكاره. هذا الشاهد، المكاره هذه الأيام، أيام البرد الشديد، والآن الماء بارد والدفء في الفراش والبطانية دافية، والإنسان يخرج للبرد ولا بد يتأثم، لكن ما عند الله خير وأبقى، وهذا الدفء سيذهب، والله لو نمت إلى يوم الدين سيذهب الدفء، وستذهب الراحة، وسيذهب كل متاع الدنيا، وستذهب الدنيا ومن عليها، وتأتي الله عز وجل يوم القيامة وتقف أمامه، وإنه ليؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا يا رب، وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط، أبأس أهل الأرض. وإنه ليؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في نار جهنم عياذا بالله، فيغمس في نار جهنم فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول وعزتك وجلالك يا رب ما مر بي نعيم قط. أعدوا لهذا اليوم يا إخوة، أعدوا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه.